رحلة يومية يخوضها سيد مع زملائه في هذه الوحدة المتنقلة بحثاً عن أطفال الشوارع داخل النطاق الذي يتولى الإشراف عليه، ضمن برنامج تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الأطفال المعرضين للخطر. تزداد معاناة هؤلاء الأطفال مع تفشي كورونا وحرمانهم من أبسط وسائل الوقاية، الأمر الذي فرض إدخال التوعية والتعقيم ضمن المهام اليومية. بنبتدي نتدخل معاهم، نكسب ثقتهم، نعرف إيه المشاكل اللي عندهم، ممكن نمارس معاهم مجموعة من الأنشطة بحيث إن هو يكسب ثقته ويرتاح ليا، وممكن نجذبه للوحدة المتنقلة بتاعتنا. الوحدة دي مجهزة فيها ألعاب وأنشطة مختلفة. الشوارع دي عشان الحر. تقديم أنواع الرعاية المختلفة لأطفال الشوارع في أماكن تواجدهم هي إحدى الطرق التي استحدثتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه المشكلة، وبالتوازي مع ذلك نفذت خطة لتطوير دور الرعاية لتشكل بديلاً أفضل وأكثر أماناً في نظر هؤلاء الأطفال مقارنة بتواجدهم الدائم في الطرقات. هذه الدار في محافظة الجيزة تضم نحو 200 طفل وجهزت لاستيعاب 1500. يعمل شادي عن قرب مع هؤلاء الأطفال كاختصاصي اجتماعي. احنا هنا بنعمل أنشطة غير الأنشطة الرياضية والثقافية، احنا دايماً بنشتغل على الحرفية كمان، ان احنا بندمج الأولاد عندنا في الورش ليتعلموا. ومنذ 4 أعوام بدأت وزارة التضامن الاجتماعي خطة لحماية الأطفال بلا مأوى، وتركز حالياً على تنفيذ مبادرة للتوسع إلى الأسر البديلة. حاولنا اللي احنا نقول للمجتمع اللي احنا عندنا فيه أطفال ما لهمش ذنب في اللي هم فيه، ده هم تحولوا من طاقات سلبية لطاقات منتجة، وعلى المجتمع كمان ان هو يساعدنا فكرة الدمج، لان الأطفال مش هيعيش معايا طول عمره في المؤسسات. غيرنا حتى الاسم وبقى اسم غيرناه بقى اسم أطفال بلا مأوى، والهدف الأساسي من تغيير الاسم اللي احنا عايزين ما يبقاش فيه وصمة لأطفال طول الوقت ان هم دول أطفال شوارع، لا هم أطفال في خطر. وزارة التضامن الاجتماعي تقول إنها تعاملت مع نحو 23,000 طفل بلا مأوى منذ إطلاق البرنامج. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.